خطوة جديدة يخطوها هؤلاء الخريجون والخريجات نحو سوق العمل في مواقع مختلفة بعد إكمالهم المرحلة الجامعية في تخصصات مختلفة، ليساهموا بدورهم في عملية التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في السلطنة. هذه الكوكبة من الخريجين والخريجات سوف يرفدوا سوق العمل بشتى وبمختلف تخصصاتهم، بعضهم من التحق بسوق العمل وبعضهم من سوف يلتحق إن شاء الله في القريب العاجل بسوق العمل، وأعتقد مثل هذه الكواكب من الخريجين والخريجات سوف يقوموا بالعمل على مساعدة القطاعات التي هم يشتغلوا فيها إن كقطاعات عامة أو قطاع خاص. ندى بنت مبارك بن سالم العريمي امتياز. هذه الكوكبة الجديدة من الخريجين بلغ عددهم 592 خريجاً، من بينهم 109 خريجين من حملة الماجستير، بينما بلغ خريجو برامج البكالوريوس والدبلوم العالي 483 خريجا. ما يميز حفل التخرج في هذا العام وجود جنسيات متعددة من دول مختلفة، وهذا يعني أن السلطنة قد تصبح وجهة للتعليم العالي للمنطقة، وأيضا تعدد تخصصات الماجستير والدراسات العليا التي أصبحت من الأشياء التي يهتم بها الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات لتطوير مهاراتهم والسعي نحو الأفضل. التخصصات الموجودة إدارة الأعمال عندنا 7 تخصصات فيها، من ضمنها موارد بشرية ومحاسبة وسياحة، وعندنا أيضا بكالوريوس في الفاينانسز المالية، وعندنا بكالوريوس في تقنيات المعلومات، وعندنا بكالوريوس في النتوركينج علم الشبكات، بكالوريوس في اللغة الإنجليزية. والولاء والعرفان للأبي. يمثل التعليم العالي حجر الزاوية الأساسية للعملية التنموية، ومن هذا المنطلق أولت الحكومة اهتمامها بمسيرة التعليم بشقيه العام والعالي، وذلك لإيجاد جيل قادر على تحمل مسؤوليته في البناء والتنمية والتطوير. كلي فخر وسعادة أن اليوم أكون أحد خريجين وخريجات كلية مجان الجامعية، وأكثر فخورة أن لي أم احتضنتني وربتني لأوصل لهذه المرحلة الرائعة. لولا وجود أمهاتنا وآبائنا عندنا، ولولا وقفة مدرسينا معنا والكلية، ما وصلنا لهالمرحلة. جدا جدا سعيدة. أشكر أهلي وزملائي، كل من وقف معي طوال حياتي الدراسية ساندوني، طبعا وقفوا معي في تحدي الصعوبات، ومثل ما شاف الحين أتخرج الحمد لله رب العالمين. بعد 3 سنوات من الجد والاجتهاد، كل الشكر للمدرسين اللي دعمونا وكافحوا معانا لجل نوصل لهالمرحلة، ولآبائنا وأمهاتنا. كل الخريجين الموجودين هنا طموحين ودائما يسعوا للأفضل، ونسعى لعمان أفضل، نبني عمان بأيدينا وبسواعدنا، ونتمنى كل الخير والتوفيق للجميع. وبتخريج هذه الدفعة سوف تحظى السلطنة بكوادر مؤهلة وقادرة على استبدال العمالة الوافدة في مختلف الميادين. فاطمة بنت يحيى الحجرية، مسقط.